بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هوريكو إزاي تستخدموا القلم اللي هو بتحط فيه الكربولات أو الخرطوشة بتاعة الأنسولين زي ما ناس كتير بتقول. بس طبعا كل نوع بيبقى ليه قلم مخصص ليه. مثلا الأبيدرا ليه قلم معين، واللانتوس اللي هو زي دوت كده يبقى طبعا برضو ليه قلم معين، الأكترابيد برضو نفس النظام. دي العلبة بتاعة القلم، وده بيبقى الجراب اللي بيبقى جاي معاها، ده بيبقى شكلها أو شكل القلم من جوه. أيا كان لونه أيا كان الشكل فهو بيبقى الصيدلي عارف القلم المعين دي أو المخصص للخرطوش أو الكربولة. دي بتبقى اللي هي الوحدات دي، مثلا الوحدة الأولى التانية التالتة الرابعة أيا كان. الشرط اللي هي ما بين الأرقام ديت دي مثلا كده 5 جرعات، دي كده مثلا 6 وحدات، دي كده 7 مثلا. طب احنا مش عارفين كده ان احنا عبينا الجرعة مثلا، مش هناخدها دلوقتي، مش هنسيبها كده، لا احنا لو انت رجعت كده كده خلاص مفيش حاجة بتروح. طبعا القلم بيبقى مكون من كذا جزء، الغطا، ودي الجزئية دي اللي هي الأنبوبة الفاضية دي بتحط فيها الكربولة، دي بتتفك كده. بناخد كربولة من دول أو خرطوشة نفتحها، هي ممكن مثلا تتشد كده برضو، بس المهم إن احنا فتحناها. يعني دي الكربولة أو الخرطوشة بتاعت لانتوس اهيت، نحطها بالشكل دوت. وبعد كده بنجيب الجزء دوت نحطها كده بشكل عمودي. اول ما بنسمع التكه ديت كده خلاص هو القلم يعني يبقى امان ان انت قفلت على الكربوله صح. التكه ديت سمعها لكم تاني، هي دي التكه. بعد كده في سن الانسولين، سن الانسولين بيبقى فيه منه كذا طول، فيه 3 مللي 4 مللي 5 مللي حسب الشركه او حسب بقى يعني الصيدلي اللي انت بتجيب منه، او انت برضو يعني تستخدم انهي سن انهي طول. بيتفتح بالشكل ده، بعد كده بيتحط بشكل عمودي خالص كده علشان سن الأنسولين من تحت اللي هو جوه هنا ما يتسدش معاك، بيتقرط عليه سنة كده. بعد كده بتشيل الغطا دوت، ده بيبقى شكل السن، هو صغير خالص ورفيع. بعد كده بقى حسب الدكتور ما هو وصف لك كام مثلا وحدة أو يعني الجرعة بتاعتك قد ايه، 20 مثلا، 18 هنا، 19، 20، 25، 30 مثلا. وترجع تاني كده لو انت مش هتاخد مثلا الجرعة دلوقتي، ده بافتراض مثلا، بعد ما تخلص الجرعة بتقفل القلم تاني. بس أهم حاجة ان انت بتاخد الجرعة كده عمودي، مش يعني مش بزاوية كده زي السرنجة بتاعة الأنسولين، لأ انت بتاخدها كده عمودية.